هنخش على اخر خبر. اتحاد الكاراتيه عمل لفته جميله جدا، كرم ابطاله الاولمبيين. اتحاد الكاراتيه برئاسه الكابتن محمد الدهراوي عمل حفل تكريم على هامش بطوله البريمير ليج الدوليه واللي بتتلعب هنا في مصر في الفتره من 3 ل 5، وده طبعا دكتور اشرف صبحي موجود في التكريم. ودي يعني هديه من رئيس الاتحاد الدولي كان بيقدمها طبعا للدوله المصريه. التكريم ده حصل للاعيبه اللي شاركت في الاولمبيات واللي جاء على راسهم جانا فاروق بطله النادي الاهلي والمتواجد بمدينه برونزيه وفريال اشرف ايضا، ومعاهم لعيبه ثانيه زي علي الصاوي ورضوى السيد لعيبه المنتخب واللي شاركوا في الاولمبياد. التكريم ده طبعا حضروا ناس كتير زي ما قلت لحضراتكم، على راسهم دكتور اشرف صبحي والاسباني انطونيو سيبنوس رئيس الاتحاد الدولي للعبه. البطوله اللي مقامه في مصر دي بيشارك فيها 247 لاعب ولاعيبه من 50 دوله، زي ما قلت لحضراتكم هو ده المكسب الحقيقي ان الناس كلها تعرف اللي بيحصل في مصر. كاميرا الابطال كانت موجوده في قلب الحفل، تعالوا نشوف وارجع لحضراتكم تاني ونطلع لفاصل بعد التقرير عشان نستقبل ضيوفنا الكابتن ياسر ابو الفتوح، محمود وليد، مؤمن طارق خير. الحمد لله يعني مصر بدعم القيادة السياسية أصبحت هب أو مركز لاستضافة البطولات الدولية، بطولات العالم، من ضمنها البريمير ليج أو بطولة الدوري العالمي. ده شيء يعني جميل، لكن الأجمل النهاردة أن أولادنا كلهم كده يحسوا بهذا التكريم، وكمان في هذا التكريم مستحقاتهم المالية الحمد لله النهاردة كمان خدوها بشكل سريع، هم وكل يعني زمايلهم اللي تفوقوا. وبكره ان شاء الله هتبدا البعثات البارا اولمبيك ان هي تبقى موجوده ونستقبلها ونقول لهم متشكرين على جهدكم واللي انتم عملتوه. ان شاء الله الجميع يكون يعني باريس 2024 في استعداد تام اللي هنبدا ليه بشكل سريع وبشكل كبير باذن الله. اكيد على طول وبشكل سريع، يعني احنا على طول كان الاول وصولهم كان في قرار من مجلس الوزراء بزياده كمان يعني التحفيز، والحمد لله باجراءاتنا لازم نبعته للاتحادات. الحاجات دي كلها كانت سريعه لان لازم اللاعب كل حاجه بتتغير يعني، والرياضه في مصر الجديده بتتغير، وده يعني لازم يكون موجود التحفيز والعمل والتخطيط عشان تكون منظومه العمل كلها ان شاء الله بنجاح، والمنظومة الرياضية تكون أحسن فترة القادمة إن شاء الله. والله أنا لما بتسأل السؤال ده بقول إن الأولمبيكس دي ما كانتش نتيجة آخر 5 سنين من ساعة ريو لحد طوكيو، دي تعب 20 سنة من ساعة ما بدأت ألعب كاراتيه. عديت بحاجات كتير قوي قوي، التمارين كانت قاسيه جدا جدا، اصابات كتير، ناس بتحاول تهدمك، ناس بتحاول توقعك، ناس بتحاول تهز ثقتك في نفسك، وعديت بلحظات حلوه كتير، كان فيها انتصارات وكان فيها بطولات وكان فيها دعم من الناس اللي بتحبني ونفسها ان انا انجح. ويعني يمكن الحمد لله ربنا في الاخر توج ده بميداليه اولمبيه ورضاني برده ورجعني مجبوره الخاطر. يعني خلال البطوله هناك يمكن ماتش السيمي فاينل والظلم التحكيمي اللي حصل في ماتش السيمي فاينل اللي ادى ان انا ما قدرتش ان انا انافس على ذهب وبرونز، بس يعني يمكن ردود افعال المصريين وتعليقاتهم ان هم شايفيني ذهب وان هم شافوا قد ايه انا اتظلمت في الماتش ده، يمكن ده اللي هداني شويه. ويعني زي ما بيقولوا الميداليه الاولمبيه ملهاش لون، هي في الاول في اخر هو انجاز اولمبي. سعيده جدا جدا باللي انا عملته الحمد لله. طبعا كواليس كانت متلخبطه شويه، كان قبل البطوله، بس الحمد لله انا قدرت ان انا افصل قبل البطوله بيومين، فصلت عن السوشيال ميديا خالص، سبت الموبايل بمعنى اصح، كانش معايا غير الناس اللي فعلا بثق فيهم وهم واثقين فيا لابعد الحدود، اللي ادوني كل السبورت سواء بقى مدربيني، اصحابي، اسرتي. طبعا يعني صراحه انا كنت اللود الطبيعي للبطوله، ما كنتش حاسه ان انا عليا ضغط كبير، لا بالعكس كنت حاسه ان انا نازله العب باريحيه، ما فيش اظبط عليا، ده كان مريحني مخليني ان انا اقدر انزل الملعب.
ابقى ادي، ما كانش في اي لود عليا. وعمدا في الاول وفي الاخر كنت بفكر ان انا انزل العب باسم يليق باسم مصر. النتيجه دي في الاول وفي الاخر بتاعت ربنا، الحمد لله ربنا كرمني في الاخر وقدرت ان انا اوصل للسيمي فاينل اولا. بعد السيمي فاينل انا بقيت بلعب باريحيه اكتر، انا معايا ميداليه، فانا عايزه اكمل، انا عايزه اوصل لحلمي اللي انا جايه عشانه. والحمد لله بعد السيمي فاينل وصلت للفاينل. بعد الفاينل مش شايفه فعلا حاجه في ساعه الفاينل، مش شايفه حاجه غير الجولد. طبعا بعد ما خلصت الماتش اللي هو ده خلاص، خلصت البطوله، خلصت حلمك اللي انت جايه وعماله تديله بقالك كتير جدا خلصتيه ووصلتي دي، ما كنتش لسه مصدقه قوي. حسيت اللي هو انا خلاص بجد خلصت، لا يعني كان احساس طبعا غير عادي، سعاده كبيره جدا ليا. بعد البطولة بقى خصوصا لما رجعت هنا مصر واستقبال المطار واستقبال المنطقة عندي، كان طبعا أنا كنتش متوقعة العدد ده كله، كان عدد كبير جدا. حسيت فعلا الفرحة في كل في عيون كل الناس اللي قابلتني، فعلا الناس فرحانة من قلبها، وخصوصا كمان لما الناس بتقابلني وتحكي لي اللي هم كانوا قد إيه متابعيني وأنا هناك، كانوا كل الناس قاعدة بتدعي لي. فعلا شعب مصر شعب جميل، بيحب الفرحة، ما بيصدق فعلا حاجة تفرحه. الحمد لله اللي أنا قدرت لو أكون بسبب بسيط اللي أنا أفرح الشعب المصري يعني.